للبوادي في العراق عادات تختلف عن حواضرها ومدنها، ومن بينها عادات الأفراح والأعراس في بادية محافظة المثنى وتحديدا ناحية بصير، فيبدأ العرس بنصب الخيم بيوت الشعب استقبال المهنئين. وأبرز ما يميز عرس البادية هي رقصة الدحة والغناء السامري. زلنا متمسكين لهذا اليوم بالعادات والتقاليد التي ولدنا عليها وورثناها من آبائنا وأجدادنا، حيث توجد هناك عادات وتقاليد مختلفة مثل ما تقول يعني يساندها الدحة والسامري والالتزام بالزي العربي. من كلام فلاني وفلاني، من كلام فلاني وفلاني. كذلك لا يخلو فرح البادية من الغناء السامري، فله رواده ومحبوه يأنسون به ويؤدونه بشكل جماعي بين صفين متقابلين. دبكة السامري متواجدة بكل وادي العراق وخصوصا بادية المثنى ناحية بصية. هاي الدبكة تتكون من شطرين أو صفين، قد يكون العدد 15 أو 20 أو حسب العدد الموجود. هذا السامري يلقيها شاعر أو حافظ القصيدة، يرددها الشطر الأول ثم يعيد يكررها الشطر الثاني. لعبة السامري دائما قد تكون متواجدة بشكل كبير يعني في الأعراس والمناسبات، والمناسبات الوطنية طبعا. هذا الدبكة هي يعني من التراث العربي القديم، احنا ورثناها من اجدادنا وابائنا. هذا الشيء يعني احنا نشوفه يعني شيء حلو ومرتب، نلتزم من خلاله بالعادات والتقاليد، بغض النظر عن كون حاملين شهادات من جامعات العراق أغلبية المنطقة، لكن احنا هذه العادات والتقاليد متمسكين بها، نشوفه يعني شيء حلو مرتب. صوت الجمعي هو هذا، هو اللي يعني الدحة، يعني هو هسه اللي الآن تحولت إلى الدحة عندنا عند العرب، عند عنزة، إحنا عندنا إحنا نسميه صوت الجمعي. لحد الآن إحنا دحة عنزة. هم بكر بنوع لا بنضبط هم الشيبانيين من بكر بنوع. عنزة يسمونه زهير الأسود. زهير الأسود. عند عنزة. هذا إحنا نسميه زهير الأسود. هو بالبداية كان هالشكل. هذا كان هالشكل. هسه لحد الآن عنزة متمسكين بهذا الزهير الأسود. منطقة بصير. إحنا منطقتنا تحولت شوي إلى رقصة. نسميها رقصة شوية تخفيف بحيث المقابل نسميها رقصة الدحة. رقصة الدحة أو رقصة الحرب. رقصة الحرب. للزفة صورة جماعية أخرى لمجتمع البادية أو القبيلة، كأن لسان حالهم يقول أيام عمرك أعياد وأعراس، فيها المسرات أنواع وأجناس. من بادية المثنى في العراق كنت معكم محمد حسين الراشد.